بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم الأمين على آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمع باب الغيرة من قسم الأحوال من كتاب منازل السائرين، باب الغيرة يتحدث عن الغيرة. الغيرة إذا أطلقت تطلق على غيرة الرجل على عرضه، على عرضه، وهي مشهورة في باب أو في أبواب الفقه، ومشهورة في أبواب الأخلاق. يعني تتحدث أو تقرأ أو تراجع هذا المفهوم، هذا المصطلح الغيرة في كتب الفقه، لأن الغيرة له أو لها حكم من أحكام الإسلام في الفقه الإسلامي، ولأنها متعلقة بالعرض فهي داخلة في باب الآداب الأخلاق. والغيرة قد تكون فيما يتعلق بالرجل أو بالمرأة على الرجل، وقد تكون الغيرة على الولد، وقد تكون الغيرة على الأهل، الأسرة، الوالد، الوالدة، قد تكون الغيرة على العائلة، قد تكون الغيرة على الدولة أو القرية التي أسكنها، البلدة، الحي، البيت الذي أسكنه، قد تكون الغيرة قد تكون الغيرة على المنهج، فأغار على المنهج مثلا الذين ينتمون إلى المدرسة الفقهية يغارون على الفقه، والذين ينتمون إلى المدرسة الحديثية التفسيرية العقائدية يغارون على، فإذا وجدوا إنسان يتكلم بغير علم في أي مجال من هذه المجالات عندهم غيرة فينتفضون ويدافعون، لأنهم عندهم غيرة على المنهج. الغيرة تتعلق كذلك بعلاقة الإنسان بربه، وهذا محل الشيء. لكن دعوني يعني أعرج على أهم معاني الغيرة كما جاء في الفقه وفي الأدب، بذكر بعض ما ورد في الغير، وهذا يكون من باب التمهيد أو النظرة العامة. ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. نفهم الكلام ده ايه؟ نفهم من الكلام ده ان الله يغار على ما حرم، وينبغي وهذا حاصل، وينبغي ان تكون الغيرة عند المؤمن على كل ما حرم الله. كلمة غيرة هنا يعني ايه؟ يعني
عدم رضا، عدم رضا الله عن أي إنسان يخالفه في أحكامه، يفعل شيئا حرمه، كالزنا، كالسرقة، كالقتل، كأكل أموال الناس بالباطل، كالربا، كالغصب، أي شيء ربنا حرمه ربنا يغار عليه. يعني إيه؟ ربنا زعلان، يغضب، ربنا غير راضي عن الإنسان، عن إنسان خالفه فوقع فيما حرم. وعلى المؤمن أن يكون امتدادا لله في هذا. فلما حد يشوف، وده منحتنا هو بقى، فلما حد فينا يشوف حد اجترأ على حدود الله وخالف الله في بعض أحكامه، لازم تحدث عندنا غيرة. يعني إيه غيرة؟ عدم رضا، يعني نتدخل، يعني نحاول نصلح الأمر ده. من باب من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، طبعا إذا كان في سلطان، إذا كان سلطان يسمح بهذا. طيب ما قدرش يغير بيده، يغير بإيه؟ بلسانه. أيضا إذا كان سلطانه يسمح بهذا أن يغير بلسانه. وطبعا كلمة السلطان الأمراء هم الذين يغيرون بالإيه؟ باليد، والعلماء هم الذين يغيرون باللسان. ده في العموم، في العموم الغالب، ما بنقولش هم وبس، بس ده في العموم الغالب. لكن مثلا الوالد يغير باليد، الوالد من حقه أن يغير باليد باعتباره رب البيت، رب الأسرة، ولي الأمر، ماشي. بس مثال خاص ومثال عام. ولي الأمر الحاكم، ولي الأمر في البيت. طيب من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه. ده بقلب، ده بتاع مين؟ بتاع عامة الناس. الله، يعني الحمد لله كلنا مسموح لنا، كلنا مسموح لنا ومتاح لنا ان احنا نغير المنكر، كلنا. عشان مفيش واحد يقول ايه، لا اديني فرصة ان انا اغير المنكر بالايد، لا مش لازم. اديني فرصة اغير المنكر باللسان، لا مش لازم. اذا كنت من اهل التغيير باليد فضل، اذا كنت من اهل التغيير باللسان اتفضل. بس مين اللي هيقر الكلام ده، انت ولا المجتمع؟ المجتمع هو اللي هيقر الكلام ده، اذا كنت انت اهل للتغيير باليد ولا لا. المجتمع هو اللي هيقر انت اهل للتغيير باللسان ولا لا، مش انت اللي انت شايف نفسك. لا، حتى ولو كنت استاذ كبير، حتى ولو كنت محامي او قاضي كبير او مستشار كبير، حتى لو كنت مش عارف ايه، لا، المجتمع هو اللي هيقر الكلام ده مش انت، ولا حتى الدايره بتاعتك اللي محيطه بيك صغيره، احبابك ومريديك واصدقائك ومش عارف ايه. لا 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 لا، المجتمع هو اللي هيقر يقول ده اهل الكلام. زي مثلا لما كلنا نيجي نقول في منكر، فكلنا نقول يتصدى لذلك شيخ الازهر، خلاص فوضنا شيخ الازهر انه يتصدى للامر ده. فمن ما كانش شيخ الازهر يبقى مفتي الديار مثلا، يبقى وزير الاوقاف، يبقى حد من المؤسسه الدينيه كده بكل موضوعيه. مفهوم كلام مهم. الرجل الذي كان في قرية والقرية كلها كانت بتعصي ربنا، فحكم الله عليهم بالهلاك، أمر ملك من الملائكة ينزل يهدم هذه القرية، يهلك هذه القرية. خلي بالكم عشان اقول لكم ان المهم التغيير بالقلب،
التغيير بالقلب ده على فكره عند اهل الله اقوى من اللسان بكثير، واقوى من اليد بكثير. لانك لو غيرت بالقلب يعني ايه؟ يعني صهرت الليل كله، قمت الليل كله في قضية ما، ناس المجتمع مثلا استحل شيء محرم مثلا ايا كان هذا الشيء، فانت ما انتش طايق الكلام ده، فتقول تقوم الليل كله تدعي ربنا، يا رب انا غير راضي عن الكلام ده، يا رب هيئ لهذا الامر رشدا، يا رب اهدي الناس، يا رب وفق الناس للخير، يا رب رد الناس الى الحق والعدل، يا رب تفضل تدعي كده ليله كامله. هو ده التغيير بالقلب. يوم ربنا سبحانه وتعالى لو استجاب لك دعوه من الدعوات دي كلها انت وانا والتاني والتالت والرابع وعشرات الناس وعشرات المئات والالاف والملايين، ربنا هيغير، ويبقى احنا عملنا برضو الايه اللي علينا. لما امر الله الملك ان يهلك القريه، فالملك وهو نازل كده عارف القريه باسمائها برجالها بنسائها بشبابها باطفالها بالعصيين فيها والطائعين، بس مين الطائعين ده؟ فيها رجل واحد بس. فقال يا رب ان فيها عبدك الصالح فلان. قال به فابدا. قال ايه؟ به فابدا فانه لم يتمعر وجهه من اجلي. كلمة يتمعر يعني يتغير. قال يعني فيه من الكلام ده ايه؟ القلب هو هنا الاساس اهو. يعني ربنا كان بس مستني من العبد ده انه يغضب. بس يغضب. يرفض الكلام ده من داخله ويظهر الكلام ده على وشه. زي لما نلاقي واحد واحنا قاعدين كده والعياذ بالله بذيء رفع صوته بشكل مش كويس، او واحد شتم واحد، سلطاني كمعلم هنا الان ممكن اقول له يا فلان اتق الله، يا فلان اعتذر لاخيه، يا فلان تاسف عما فعل، ممكن اقول له الكلام، وممكن صاحب المكان يقول لو سمحت ما تجيش هنا تاني، تعلم الأدب ثم أتي فتعلم العلم، لا يأتي أحد هنا إلا إذا تعلم الأدب أولا. مثلا صاحب سلطان وأنا صاحب سلطان باللسان، لكن كلنا وأنا معاكم هنستنكر بإيه؟ بقلبنا. يعني هنزعل، يعني هنبص له كده بنظرة رفض وإنكار، ما كانش يصح منك تعلي صوتك ولا تشتم صديقك ولا مش عارف ايه كده، ده مطلوب مننا. وده شويه، لا مش شويه، ده حاجه كبيره جدا، ده هتخليه ما يكررش الخطا بتاعه ده تاني. اهو ربنا قال للملك كده، قال له به فابدا بالرجل مين؟ الصالح، لانه لم يتمعر وجهه من اجلي. يبقى ربنا كان مستني من العبد ده ايه؟ انه يرفض بقلبه ويظهر لهؤلاء الناس انا غير راضي على فعلكم ده، على مخالفتكم دي، على فسقكم ده، على فجوركم ده، كانوا بيقتلهم ولا بيسرقوا ولا بيزنوا ولا انا رافض، ويظهر الكلام ده. ده شيء واجب. فلو تمعر وجهه من اجل الله يبقى ما كانش هيقع في الهلاك كمن وقع في المعصية. لكن ربنا هنا سوى بين من عصى ومن لم يعص. اللي عصى هلك بمعصية، طب واللي ما عصاش هلك بعدم إنكاره للمنكر، هلك بعدم معصيته، هلك بعدم رفضه للمنكر. خلاص، ادي دي اللي احنا كنا محتاجين نسميها ايه؟
محتاجين نفهمها، اسمها الايه؟ الغيرة. دي اسمها الايه؟ جاء في الحديث في الحديث الصحيح ايضا: لا احد اغير، يعني مفيش حد ابدا اكثر غيره من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. من الغيره ما جاء في التاريخ الإسلامي في خلافة المعتصم العباسي، الخليفة كان اسمه المعتصم. حاول رجل من الروم أن يتحرش بامرأة من المسلمين، بامرأة مسلمة يعني، فصرخت وقالت: ومعتصما. ووصل الخبر، طبعا أول ساعة ما صرخت لفتت نظر الناس إلى أن الرجل من الروم عايز يتحرش بيها، وقالت: ومعتصمة، أنا عايزة مين اللي ياخد بحقي وبثأري؟ الخليفة. ومعتصمة. كانت ممكن المسألة تتلم وخلاص، لكن هي لما قالت ومعتصمة وصل الخبر للخليفة، فالخليفة غار لها وبعث جيشا جرارا يثأر لها، وبعث جيشا جرارا من المسلمين يثأر لها من القبيلة اللي هو ده اللي أو من القوم اللي هو عايش فيها هذا الرجل من الروم. أيضا هذا من الإيه؟ من الغيرة. في حديث طبعا مشهور جدا: أتعجبون من غيرة سعد؟ لما سيدنا سعد رضي الله عنه وأرضاه قال: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف. ده مش عجيبة طبعا، أي حد يملك الكلام ده يعمل. بس اللي لفت نظر الصحابة إن سيدنا مين؟ سيدنا سعد. قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لفت النظر إن الكلام ده كان أصلا غير متوقع، كان غير متوقع، كانش في حد أصلا بيفكر إنه يبص على واحدة. احنا بنتكلم في المجتمع الإسلامي، بنتكلم في المجتمع الإسلامي، والمجتمع الإسلامي الأول عصر الصحابة، عصر النبي والصحابة. ففكرة إن حد يحاول انه يعني يعتدي بالزنا على واحده، ده كان امر مستبعد جدا جدا. فالصحابه يعني قالوا سيدنا سعد ايه ده؟ مه. فسيدنا النبي قال: اتعجبون من غيره سعد؟ والله اني لا اغير من سعد، والله اغير مني. حابب اقول بالكلام ده ايه؟ ان كانت في غيره هنا اهو على العرض، والغيره هنا جاءت من الصحابي سيدنا سعد، وجاءت ايضا من النبي: والله اني لا اغير من سعد سيدنا النبي. وبعدين اخبر ان الله اغير من النبي صلى الله عليه وسلم، منه عليه الصلاه والسلام. طيب الغيره، ما دمنا بنتكلم حوالين الغيرة، الغيرة منها المحمودة ومنها المذمومة. يعني امتى نكون في غيرة مقبولة؟ يعني واحد يكون له حق انه يغار، وامتى ما ينفعش الحد انه يغار، لا يصح لاحد ان يغار، امتى؟ إذا كانت الغيرة فيما يدور في فلك الحب، تاني، ما يدور في فلك الإيه؟ الحب،
قال هي غيرة محمودة. واحد بيحب زوجته أو واحدة بتحب زوجها، واحد بيحب ابنه وابن بيحب أبوه، واحد بيحب العلم بتاعه والتخصص بتاعه وكده، ده غيرة إيه؟ محمود، ما يدور في فلك الإيه؟ الحب. أما ما يدور في فلك الشك فغيرة مذمومة. تاني، ما يدور في فلك الايه؟ الشك. غير ايه؟ مذمومة. يعني واحدة تغار على زوجها وبتشك فيه، واحد هيغار على زوجته لانه بيشك فيها. كده دخلنا في باب الايه؟ الشك. كده دخلنا في باب الخيانة. شوية شوية هنخش في باب الخيانة. لا ده ممكن بعد شوية، مش هنخش في باب الخيانة وبس، هتوصلنا الغيرة ان الرجل ممكن يقتل مراته والمرأة تقتل زوجها. والاصل ايه؟ ها ها، الشك. الاصل كان ايه؟ شك. طب ينفع الشك يوصلنا لكده؟ ينفع الشك يوصلنا للكره، نكره بعض؟ لا. ينفع الشك يوصلنا للانفصال، الزوجين انه يطلقها او تطلب منه الخلع؟ لا. ينفع الشك يوصلنا للقتل؟ اكيد لا لا لا، بس ده حاصل، صحيح بنسب بس ده حاصل، عشان كده بنقول اسمها غيرة ايه؟ غيرة مذمومة. من الغيرة ما يحب الله ومن الغيرة ما يكره. ايه الغيرة اللي ربنا يحبها وايه الغيرة اللي ربنا ما يحبهاش ويكرهها؟ الغيرة في ريبة والغيرة في غير ريبة. يعني لما يكون فيه ريبة وانا غار، ده غير ربنا يحبه. ايه مثلا؟ وانا قاعد في البيت، في بيتي ومعايا زوجتي وقاعدين مثلا امام البيت على سبيل المثال، فلقيت واحد معين كده دايما يبص لزوجتي وهو ماشي كده وهو راجع برضه يبص لها، يبقى هنا في ايه؟ ها، في ريبة. ابدا اعالج الايه؟ الريبة دي ايه؟ اعالجها في زوجتي واعالجها في الشاب. ايه؟ اقول لزوجتي بلاش تقعدي قدام البيت، انت بتقعدي في البلكونه وهو بيلف بيشوف، لا بلاش تقعدي في البلكونه مثلا. وابدا اعالج من ايه؟ من ناحيتي، اعالج بيتي. طب لقيت الولد ده او الشاب ده لا حريص انه ينظر، حريص وممكن يقف قدام البيت وممكن يتطلع وممكن مش عارف ايه، لا ابدا اعالجه هو، اقوم اتصدى له كده. انا بعالج، دي غيره محموده لانها في ريبه. احنا عايزين نقطع الايه؟ نقطع الشك بالايه؟ باليقين، بلاش الموضوع. لكن الغيره في غير ريبه، في غير ريبه لا، هذه غيره يكرهها الله. ايه؟ انا زوجتي لها اهل، اهلها دولت ممكن يكونوا رجال وحريم، ابن عمها وابن خالها وبنت عمها وبنت خالها ومرات وجوز بنت خالتها وجوز ابن بنت عمها كده. احنا كمجتمعات بنسمح بالكلام ده. ففي مناسبة ما، أيا كانت المناسبة، ودخل الناس، ومن شأن الناس دولت إن هم أحيانا يسلموا بالسلام بالكلام فقط، وأحيانا يسلموا بالإيد مثلا. فإحنا دي المناسبة هنا فيها ريبة ولا ما فيش فيها ريبة؟ فيها ريبة ولا مفيش فيها ريبة؟ لا مفيش فيها ريبة، لأن احنا اجتمعنا في مناسبة.
فعندنا مولود جديد عقيق، عندنا عرس جديد في وليمة، عندنا، فالناس بجاه تهني إن كان قريب أو غريب، جار نعرفه ما نعرفوش أحيانا. فيبقى الأصل فيها إيه؟ عدم الريبة ولا الريبة؟ لا، عدم الريبة. طب لو واحد بقى وقف في موقف زي كده وفضل يراقب زوجته أو يراقب بنته أو يراقب والدته أو يراقب أخته ويشوف هتسلم على مين أو مش هتسلم على مين، مين اللي هيسلم عليها ومين، ينفع؟ لا، ده غير مذمومة، لأنها سموها أنتوا إيه؟ أوفر شوية، يعني حاجة خارجة عن ال... ليه؟ ليه؟ هنتوقع الشر قبل وقوعه ليه يعني؟ نتوقع الشر قبل وقوعه ليه؟ ما ينفعش. خلي بالكم. لفت نظري قصة كان ذكرها سيدنا ابن حجر في فتح الباري، ودي خلتني أقول إن أحيانا بيبقى حيوان أشرف من الإنسان، بس مش أشرف من كل إنسان، أشرف من إنسان سيء. حيوان يبقى أشرف من إنسان سيء أحيانا. سيدنا ابن حجر في فتح الباري ذكر قصة قصة المهر الذي قطع ذكره بأسنانه. قصة المهر الذي قطع ذكره، عضو الذكورة بتاعه، بأسنانه. إيه القصة؟ قالوا إن القصة إن كالعادة في حاجة اسمها تلقيح، تلقيح الأنثى من الذكر، إن واحد عنده مهرة أنثى عايز يلقحها، فهيلقحها من إيه؟ من ذكر. طلع الذكر ده ابن المهرة دي. في عالم الحيوان مفيش حاجة اسمها إنه يفرق بين أمه وغير أمه، ده حيوان، إلا إن المهر ده بالذات كان لأنه ما بعدش عن أمه، يعني كان في المحيط بتاع والدته وأمه المهرة يعني، فكان عارف أمه ديت، حتى لما كبر وبقى مهر كبير ومش عارف إيه وها، لكن مازال عارف أمه، فما كانش بيجي ناحية أمه كذكر أبدا. فلاحظوا، الناس لاحظت الكلام ده، فقالوا احنا لازم نخدع المهر ده. نخدعه ازاي؟ ان احنا نجيب امه ديت وهي في حاله طلب للتلقيح، بمصطلح يعرفوه الناس يعني، تبقى هي متعطشه جدا الى عمليه الجماع، وبالتالي هو كمان هيصار. فراحوا يحاولوا مع المهر بالشكل ده، فلم يثب عليها ابدا، ما حاولش يطلعها ابدا. حاولوا مره واثنين وثلاثه، ما حصلش. المهر صاحي للنقطه دي جدا. اخيرا راحوا جايين مغطيين المهره دي، مغطيين وشها وجسمها، وجابوا المهر ده على انه بقى يعني مهر بقى ذكر، ولما يشوف انثى فهي هيلقحها على طول. فحصل. ربما يكون الكلام ده هم قالوا ستروها، وممكن يكون الكلام ده ليلا، على كل بكل العبارات خدعوا المهر. فلما خدعوه لقح أمه، لقح أمه من هنا
بس وهو بيلقحها أثناء التلقيح شم ريحتها، شم رائحتها، فأول ما شم ريحتها نزل، أول ما شم ريحتها نزل عنها وأنهى العملية، عملية التلقيح، وراح فانزوى غاضبا مكتئبا مهموما لعدة أيام، ثم صمم أن يقطع ذكره بأسنانه. لما نبص المهر زي ده صح، يبقى أشرف من إنسان سيء ولا لا؟ ده 100,000 مرة غار على أمه، غار أنه انخدع، فعاقب نفسه بنفسه. شوفوا الكلام. طيب نرجع للغيرة بالمعنى المقصود عند أهل الله، غيرة العبد لربه على حدود ربه، على أسماء ربه. الغيرة التي هي من العبد على ربه ناخد منها غيرة هدهد سليمان. جه الهدهد قال لسيدنا سليمان: جئتك من سبأ بنبأ يقين. ايه الخبر؟ ايه النبأ؟ اني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. إيه اللي يضيرك يا هدهد في المسألة دي؟ ألا يسجدوا لله؟ هي دي حاضر، هي دي بيت القصيد في الموضوع. ألا يسجدوا لله؟ يعني ما اعترضش الهدهد ان تكون امرأة ملكة يا حرة، ما اعترضش ان لها عرش عظيم، يعني كرسي القصر الجمهوري بتاعها والقصر الملكي بتاعها حاجة فخمة قوي عظيم، مش مشكلة انها تكون ملكة، انها تكون غنية. وجدت امرأة تملكهم أوتيت من كل شيء لها عرش عظيم، لكن المشكلة إن هم يسجدون للشمس من دون الله وبيعبدوا هذه الملكة. إزاي إن هم رأيتها وقومها يسجدون، وجدتها وقومها يسجدون للشمس ايه؟ من دون الله. هي دية القضية. ألا يسجدوا لله والشيطان يخش عليهم ويلعب بيهم ويزين لهم؟ مش بدل ما يسجدوا للشمس يسجدوا لربنا؟ يبقى دي غيرة ايه؟ غيرة على السجود لغير الله. غيرة محمودة هنا ولا ايه؟ ده مفروضة، مش محمودة، ده غيرة مفروضة. فلما تلاقي حد قدامك بيتوكل على غير ربنا، بيعتمد على غير ربنا، بيثق في غير ربنا، بيحسن الظن او بيسيء الظن في ربنا، لا 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 لا، تقول له استنى 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 استنى, استنى. مفعش. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، كده ما ينفعش ما
ما ينفعش تسيب ربنا وتتوكل على غيره، ما ينفعش تسيب ربنا وتستعين بغيره، هو اللي بيستر وهو اللي بينصر وهو اللي بيخلق وهو اللي بيرزق. يبقى عندك غيرة على الله، غيرة على حدود الله، غيرة على صفات الله، غيرة على أحكام الله. ومن الغيرة من باب الترفيه بقى، غير سيدنا علي من السواك الذي كانت تستاك به السيدة ايه فاطمة. بس ده هذا من الطرف، يعني ان سيدنا علي لما لقى ستنا فاطمة بتستاك غار من السواك على السيدة فاطمة، حتى انه قال شوية كام بيت كده، يعني لو انت شخص انا كنت قتلتك، ازاي يا سواك تحظى بثغرها ويعني ما معناه يعني. اشوف شوف الغيرة بتاع سيدنا علي وصلت، بس غيرة حب ولا غيرة شك؟ ها، غيرة حب مش شك. من فرط حبه لستنا فاطمة مش عايز حد يجي ناحية بقها حتى ولو كان السواك. من الغيرة لله أو على الله ما صدر به سيدنا الهروي باب الغيرة، لكن بعد الأذان. افتتح مولانا باب الغيرة بقوله تعالى حكاية عن سليمان عليه السلام: فطفق مسحا بالسوق والأعناق. الآيات من سورة صاد، قال الله تعالى: وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. في شرح أو تفسير هذه الآيات
والشاهد طبعا فطفق مسحا بالسوق والأعناق. في تفسير هذه الآيات ذكر المفسرون لا سيما القدامى، وخالف بعضهم في هذا، لكن هو الأشهر وربما هو الأصح، الأشهر والأصح ما أذكره، لأنه ده كلام جمهور المفسرين. قالوا إيه؟ قالوا أن سيدنا سليمان عليه السلام كان قد شرع الجهاد في عهده. طبعا الجهاد مشروع أو القتال، لأن الفرق بين القتال في الإسلام والقتال قبل الإسلام أنه نسمي ما قبل الإسلام قتال في سبيل الله، لكن نسمي في الإسلام جهاد. فكلمة مصطلح الجهاد خاص بالإيه؟ بالإسلام، بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. لكن هما الاثنين بيشتركوا ان ده قتال في سبيل الله وده قتال في سبيل الله، مع الفارق. يعني ايه قتال في سبيل الله؟ يعني سيدنا سليمان عليه السلام ربنا ملكه الدنيا، فاكيد الدنيا ديت فيها المسلم وفيها الكافر وفيها الطائع وفيها العاصي وفيها المجرم وفيها المحسن الى اخره. فسيدنا سليمان بيفتح الأرض. يفتح الأرض يعني إيه؟ يعني يعبد العباد لرب العباد، يعني يقول للناس اعبدوا ربنا، وحدوا ربنا كده. بيحتاج الموضوع ده إيه؟ إلى فتوحات، جيش جرار من الرجال والنساء والشباب والأطفال والخيول والأنعام، ها، ويمروا على القرى وعلى البلاد فيجلسوا بينهم يدعوهم إلى الله ويبينوا لهم أحكام ربنا وأسماء ربنا وآيات ربنا. ففيهم اللي بيآمن وفيهم اللي ما بيآمنش، وعادة كانوا الناس بتآمن. كان هذا قبل الإسلام وكان هذا أيضا في الإسلام، مع الفرق طبعا. طبعا قبل الإسلام كان الناس قليلة شوية وكان الإمكانيات عالية شوية سيدنا سليمان، لكن في الإسلام أكيد الناس كترت، وكمان الأعداد بتاع المؤمنين كانت قليلة وأعداد الكفار كانت كتيرة، فكانت المسألة مش هينة. ما علينا، لكن الشاهد يعني إيه جهاد؟ يعني إيه قتال في سبيل الله؟ يعني تعبيد العباد لرب الإيه؟ لرب العباد. دي أول هدف من الأهداف التي شرع لأجلها الجهاد. من ضمن الأشياء التي شرع لأجلها الجهاد أيضا تأمين النفس، يعني إنني أأمن نفسي في عبادتي لربي، في إيماني بربي، أأمن نفسي وأنا في بلدي عشان آكل كويس واشرب كويس وانام كويس واسكن كويس واتعلم كويس. تأمين النفس، ما خليش حد يتملك فيا، لا اني بل ومكن غيري زي ما ممكن نفسي. ايضا استرداد من الجهاد، من اسباب الجهاد في الاسلام، استرداد الحق المسلوب، استرداد الحق المسلوب. يعني لو واحد ظالم فبنرد الظالم عن الايه؟ عن المظلوم، وبنمكن الظالم من حقه. استرداد الحق الايه؟ المسلوب. ده مشروع في القرآن، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين. قال سيدنا ابن حجر في فتح الباري يعني وفي سبيل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصرا. طيب إيه اللي حصل بقى مع سيدنا سليمان؟ اللي حصل مع سيدنا سليمان أنه بيعد الجيش، فمن ضمن الجيش ده اللي هيعده لازم يطمن على الخيل، لأن الخيل ده كانت الإيه؟ كانت الوسيلة اللي الناس بتركبها
او الفرسان بيركبوها عشان يروحوا بقى يفتحوا الدنيا. فهو بيقول للناس اعرضوا علي الايه الخيل دي بقى الصافنات الايه الجياد. فقالوا الصافنات الجياد اللي هي سريعه الحركه وسريعه الركض باختصار شديد اللي متدربه الايه يبقى مش اي مش اي فرس يشارك كده، لا ده الفرس اللي هيشارك في الحرب او الجهاد او القتال بسبيل الله لازم يكون ايه مدرب. مدرب لما اقول له يمشي الناحيه دي يمشي الناحيه دي، اقول له كده ما يتلخبطش مني، لما اقول له ارجع يرجع، لما اقول له اركض يركض كده، يبقى اسمه خيل مدرب. فسيدنا سليمان بيعرضوا عليه الخيل، الكلام ده كان من بعد صلاة العصر او من قبل صلاة العصر. ففضل سيدنا سليمان يشوف الخيل ده، ده يصلح ده لا يصلح ده يصلح ده كده، وفضل لحد المغرب حد الشمس ما غربت، وهو مشغول، ما نقولش مفتون بقى، مشغول، لكن كاد انشغاله يصل الى حد الفتنه بالخيل، ان الخيل ده واعجابه بيه فضل يبهره لحد الشمس ما غربت. شوف الآيات بقى بتقول ايه تاني. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. يعني حب الخير اللي هنا اللي هو حب الخيل، بيقول لهم معقول أفضل أحب الخيل وأشوف واستمتع بيها ومش عارف إيه عن ذكر ربي، عن الصلاة زي صلاة العصر دي، حتى توارت بالحجاب، يعني حتى توارت الشمس بالحجاب غير غربت، يعني بيأنب نفسه سيدنا سليمان، بيأنب نفسه أنا انشغل بحب الخيل حتى يشغلني عن ذكر ربي وعن الصلاة لحد الشمس ما تغرب. وبعدين سأل ملائكة الله ردوها عليه وقالوا هذه كانت من معجزات سيدنا سليمان. قال للملائكة ردوا علي الشمس، يعني رجعوا الشمس تاني شوية. طبعا هو طلب الكلام ده من الملائكة، والملائكة طلبوا الكلام ده من ربنا، وربنا استجاب لمين؟ للملائكة ولسيدنا سليمان، فرجعوا الشمس شوية. فلما رجعت الشمس بدأ يصلي صلاة الايه؟ العصر، او يعني صلاة العشي، لان ما كان كلمة العصر والظهر ده كان في الاسلام، لكن كان قبل كده كان الصلاة في اول النهار وفي اخر النهار. المهم الصلاة بتاعت اخر النهار ديت كانت راحت عليه، فلما قال للملائكة ردوها عليه فردوها عليه. فصلى، وقال بعض العلماء ردوها علي انه بعد ما الشمس رجعت وصلى قال الكبار المسؤولين عنده ردوا علي الخيل، هاتوا الخيل دي بقى اللي انتوا اللي شغلتني عن ذكر رب ديت هاتوها تاني بقى. ليه؟ قال لازم نذبحها، لازم نذبحها، ازاي تشغلني عن ذكر ربي؟ دي محل الشاهد اهو بقى. فطفق مسحا بالسوق والاعناق، يعني بدا يذبح في هذه الخيل ويوزعها على الفقراء والمساكين. وبعض العلماء قال لا، هو قال ردوها علي عشان اكمل ايه المهمه بتاعتي، لكن الشاهد هنا انه ذبحها ردوها عليه فذبحها غيرة على ايه؟
على صلاة العشي، ازاي تشغلني الخيل عن ذكر رب. طبعا اللي رفضوا التفسير ده زي الامام الرازي وغيره قال هو ما كانش في معصية اصلا. اللي رفضوا التفسير دي قال هو سليمان كان في عليه السلام كان في معصية؟ لا ما كانش في معصية، ده كان في طاعة وكان بيأدي واجب من اهم الواجبات المنوطة به، فهو ما ذبحهاش ولا حاجة. امال هو ايه؟ قال لا ده هو كمل العرض بتاعها وكان طفق مسحا بالسوق والعناق، يعني كان بيزيد في التوجهات بتاعت انها تبقى مدربة وانها تبقى مش عارف ايه الى اخر. لكن انا اميل الى الرأي الاول لان ده محل شاهد، والشاهد عند السادة الأولياء بيبقى دقيق جدا جدا جدا. ولعلكم إذا رجعتم إلى القصة ستجدون ما يدل على غيرة سيدنا سليمان على الصلاة وعلى ذكر الله، وأنه ضحى بالخيل من أجل أنها شغلته عن ذكر الله. حد يقول لي طيب هو لما ذبح هي الخيل اصلا بتتاكل؟ فيها خلاف. الاحناف يقولون بجواز اكل الخيل، بينما يرى البعض الاخر من الفقهاء انه لا يجوز اكل الخيل. فلو ان سيدنا سليمان قتلها كنا نقول مثلا اهلكها، لكن هو ما اهلكهاش، ذبحها ووزعها على الناس فاكلوها، يبقى ما برضه ما عملش حاجه ايه غلط، ما فيش هنا حاجه غلط. وده الدرجه الثانيه غيره المريد، والدرجه الثالثه غيره العارف. زي ما احنا متعودين ان سيدنا الامام الهروي يذكر الاقسام في اي درجات، بيبدا بالاقل ثم الاعلى ثم الاعلى. فالاول غيره هي غيره الايه؟ العابد. واحد بيعبد ربنا سبحانه وتعالى تبقى عنده غيرة. غيرة على ايه؟ غيرة على ضائع يسترد ضياعه، ما صلاش مثلا فتبقى عنده غيرة، ازاي انا ما صليش؟ ازاي يمر بيا واحد مثلا عافانا الله واياكم تأخرت هجرته الى الله فما عرفش الصلاة ديت إلا هو عنده 20 سنة مثلا؟ إيه ده؟ كان المفروض يصلي وعنده 7 سنين. ده احنا عندنا سيدنا عمر بن سلمة كان يصلي بقومه إماما وهو ابن السابعة من عمره كما جاء في البخاري. مش مجرد انه بيصلي، ده بيصلي امام كمان، ده امام هو عنده 7 سنين. الكلام ده في البخاري. لكن قد تجد واحد لم يتعلم الصلاة، اهله ما علموش الصلاة، لا اب ولا ام، اخواته ما علموش الصلاة، لا زملاته ما بيصلوش. ممكن مجتمع كده، مجتمع متهاون. مهم جاءت هجرته إلى ربه بعد ما بلغ عنده 17 سنة 20 سنة كده. فالغيرة بتاعته تقول إيه؟ أنا هعمل إيه في 10 سنين اللي أنا ما صليتش فيهم دول؟ أو إنه جات له فترة عصى ربنا، هاجر لبلد، كان في بلد مسلم وهاجر في بلد غير مسلم، والبلد المسلم ما بتعنيش الصلاة، لا بيسمع أذان ولا مش عارف إيه، ومش في دماغه الكلام ده. سافر دولة أوروبية مثلا أو أمريكا أو مش عارف إيه، فلقى الناس ما بتصليش، ما بقاش يصلي. بعدين فاق بعد ما قعد هناك 10 سنين 20 سنة، بدأ يقول يتوب لربنا ويرجع. طب أعمل إيه؟ أول حاجة بيفكر فيها إنه يسترد ما ضاع ويستدرك ما فات. حكم الشرع هنا في خلاف،
هو لو واحد ما صلاش سنة كاملة أو سنتين أو 5 أو 10 أو 20 أيا كانت الفترة، أو أسبوع، أو بس لما نقول في الـ الأرقام الكبيرة يكون أفضل. ليه؟ لأن في الأرقام الصغيرة ما صلاش يوم، ما صلاش أسبوع، ما صلاش شهر، ممكن يبقى من السهل جدا إنه إيه؟ إنه يقضي. ها؟ يستدرك ما فات، يسترد ما ضاع. لكن لما نيجي نقول سنتين، 3 4 5 10 20، يبقى لا، المسألة مش سهلة، فيها خلاف عموما يعني. خلاف إيه؟ بعض العلماء قال لا، من النهاردة، على إنه كان مذنبا فتاب، والتوبة ملزمة لصاحبها من ساعة أن أقر برجوعه إلى الله. دي أكيد قوي، بس مش راجح، ده مرجوح. الرأي الراجح هنا هيقول لك لا، يسترد كل ما ضاع ويستدرك كل ما فات. يعني إيه؟ يعني يبدأ كده من النهاردة، يبدأ يصلي 20 سنة اللي فاتوا. طب الراجل ده ممكن تكون عنده همة، ممكن ما تكونش عنده همة. احنا مش هنقول له يعني انت تصلي في كل يوم 5 صلوات، هو ربنا قصدي خمس، هم 5 فروض. مش هنقول له صلي الظهر 5 مرات، لا. مش هنقول له صلي العصر 5 مرات، مش هنقول له صلي كل فرض 5 مرات، لا. بس هنقول له صلي مع كل فرض فرض، صلي مع كل فرض فرض، بس مش اكتر من كده. تصليه قبل الظهر، تصلي الظهر. تصليه بعد الظهر، تصلي الظهر. او تيجي اخر النهار بالليل بعد صلاة العشاء وتصلي 5 فروض على بعض. دي صح ودي صح برضه. يعني تيجي بعد ما صليت النهار بتاعك خالص، هتيجي تقول ايه؟ عشان انا كان لي 10 سنين فاتوا، 20 سنة فاتوا، انا هبدأ اصلي النهاردة، فهصلي الفروض. هصلي الصبح قضاء والظهر قضاء ورا بعض ورا بعض. هناك هيصليها كل فرد مع صاحبه، مع الفرد بتاعه، الصبح مع الصبح والظهر مع الظهر والعصر مع كده. لا، هيصليهم، ممكن يصليهم الخمسة بس بالليل مثلا، او في وقت الضحى مثلا، او في وقت قبل الفجر، وقت ما هو عايز هيصلي 5 فروض. طيب افترضنا العمر ما طالش الى ان يقضي كل ما فات، نقول التوبة بتاعته كفيلة انها تخرجه سليما من تبعات الفريضة اللي كانت عليه زي الصلاة دي، ما دام تاب. وفاكرين الحديث طبعا بتاع سيدنا عمرو بن العاص لما جه يعاين سيدنا النبي، فالنبي بيقول له، النبي مد ايده عشان سيدنا عمرو ايه؟ يبايع. فسيدنا عمرو مد ايده، وبعد ما مد ايده راح جاي شادد ايده تاني سيدنا عمرو بن العاص. سيدنا النبي بيقول له انت بترد شد ايدك ليه؟ قال له اشترط يا رسول الله. كان ذكي شوي سيدنا عمرو رضي الله عنه. قال له أشترط يا رسول الله؟ قال له علامة يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله؟ يعني قال له ما تشترطش، خلاص انا هديك الاجابه. انت بتبص لورا ان انت بقالك كام من عشرات السنين كافر؟ لا، خلاص يا سيدي، الاسلام يقطع ما يجب ما قبل ان يقطع ما قبل. احنا اولاد النهار. طب الدليل بتاع التوبه فين؟ الهجره. دليل التوبه ايه؟ الهجرة. ما هي التوبة؟ هجرة إلى الله. عشان كده التوبة أول مقامات السلوك، أول مقامات السر إلى الله التوبة، إنك تعرف ربنا وترجع له وتبدأ الطريق من عنده. خلاص؟
عشان كده ممكن اقول المرجوح ممكن يبقى راجح. تاني، المرجوح ممكن يبقى ايه؟ ازاي؟ العلماء اللي قالوا ان التوبه، ان اللي بقى له 20 سنه مثلا، 10 سنين او 20 سنه وما صلاش، وجه تاب وجه بدأ، ممكن ما نلزموش بالصلاه اللي قبل كده، ممكن. بس الكلام ده مش هينفع مع كل الناس. احنا نبدأ نقول الكلام ده كافر لسه داخل الاسلام، ما بنقولوش انت دخلت الاسلام النهارده انت عندك كم سنه؟ قال له 50 سنه. نقول لا، انت عندك عليك 35 سنه صلاه مثلا، انت بلغت سنه 15 وانت على سنه 15، انت بقالك 50، يبقى بقالك 35 سنه تصلي 35 سنه. لا طبعا، لا طبعا، بعد الستين من عمره. طب بعد الستين من العمر بتاعه يعني يدوب هو لما يصلي كل فرض فرض يبقى حلو قوي، لانه جهده قليل، همته قليلة، خاصة ما كانش من أصحاب قيام الليل ولا من كنا نقول له خلاص. بس المهم لما توب تبدأ تصلي، بس اوعى تضيع ولا فرض. ويبقى الرأي الثاني اللي هو كان مرجوح هنخليه ايه؟ راجح، بس من باب الفتوى لا من باب الفقه. من باب الايه؟ من باب الفتوى، عشان الحالة ديت، عشان الظروف بتاعت الشخص ده، من باب الفتوى لا من باب الفقه. من باب الفقه يعني احنا ما بنقررش كده الاحكام، الاحكام سليمة، لكن الرأي المرجوح ممكن يبقى راجح في باب الايه؟ الفتوى. ادي العابد. تاني، غيرة العابد على ضائع يسترد ضياعه ويستدرك فائته ويتدارك هو. درجة ثانية، درجة غيرة المريد. غيرة الايه؟ المريد على وقت فات، وهي غيرة قاتلة، فإن الوقت وحي التقضي أبي الجانب بطيء الرجوع. المريد غيرته على الوقت، يعني ايه؟ يعني دايما زي ما بيقولوا كده في المثل، ماسك لنفسه الساعة، مش عايز ساعة تمضي من عمره ولا أي وقت. ساعة بمعنى لحظة يعني، ما بيسمحش لساعة من عمره تمضي في غير طاعة، عايز كل ساعة تكون في طاعة. ما كانش بيشتغل يبقى بيصلي، يبقى بيتعلم، يبقى بيصبر، يبقى بيصلي على النبي، يبقى بيزور فلان، يبقى فلان، يبقى كده، ما يضيعش وقت. غيرة المريد على الوقت، ما تضيعش وقت، وهي غيرة ايه؟ قاتلة. لأنهم بيقولوا الاشتغال بالندم على الوقت الفائت تضييع للحاضر، فبيقول لك لا. الدرجة الثالثة غيرة العارف، وهي شهود تجلي التجليات الجزئية الأسمائية. الله، غيرة العارف على عين غطاها غين، غيرة العارف على سر غشيه رين، غيرة العارف على نفس علق، على نفس علق برجاء أو التفت إلى عطاء. شوف الفرق كبير قوي. غيرة العابد على الضائع، غيرة المريد على الوقت، غيرة العارف على الحال. على الحال، ازاي عين يغطيها غين؟ يعني ايه؟ يعني ما ينفعش انا اتحجب عن ربنا، ما ينفعش يبقى ليا سر والسر ده يغشاه رين،
كلا بران على قلوبهم. ما ينفعش يبقى لي نفس، أي نفس نفس، ويبقى نفسي دي متعلق برجاء أو بيلتفت إلى عطاء، ما ينفعش. أمال إيه؟ قال أنا عايز أبقى مع الله فلا يمنعني من الله، فلا يمنعني عن الله مانع ولا يحجبني عن الله حاجب، وإنما أنا مع ربي، سري واضح، أنا بشوف، أنا عين البصر عندي كويسة وعين البصيرة عندي كويسة، فعشان كده هو مع ربنا على طول. تاني، على عين غطاها غين، أي على بصيرة غطاها ستر رقيق، بيغار على كده، بيغار على البصيرة بتاعته إنها تتحجب بأقل حاجة، طبعا بيغار على السر إذا غشيه رين، لو سر بينه وبين ربنا إزاي يغشاه ستر الهوى، بيغار على نفس علقة برجاء، أي يغار على زمان مقداره مقدار ما عبدت فيه نفس واحد أن يتعلق به برجاء الثواب أو الجنة أو أعلى منها، أو يلتفت إلى عطاء، بل لا يلتفت إلى رجاء ولا يلتفت إلى عطاء، وإنما يلتفت إلى من بيديه الرجاء أو من إليه الرجاء وبيده العطاء. يبقى ده بيغار على الإيه؟ بيغار على الحال، واشتقاق الغيرة من الغير، ولا تكون إلا لمن فيه بقية رسم وحجاب. غيرة العابد وغيرة المريد وغيرة العارف. نسأل الله أن يجعلنا أهلا لما نقول ونسمع، وصل ربي وسلم.